ابوكم شكله تعبان قوي ومش بعيد يحتاج عمليه هتتكلف قد كده. انت مالكش دعوه بتكاليف العمليه دي خالص، وخلي خالد هو اللي يتحملها لوحده. ده على اساس ان هو لوحده؟ لا، على اساس ان يا دوب الفلوس اللي معانا تكفي المشروع اللي احنا بنفكر نعمله، وبعدين مش هو كبير يتحملها هو لوحده بقى. ربنا يسهل. هيسهل يا حبيبي، هيسهل طول ما انت بتسمع كلامي. اتفقنا؟